مرحبا، أنا زينب من العراق، والدي توأمي فاطمة. اليوم احنا جينا عند مركز طب توب لتجميل الأنف. طبعا كان عندنا مشاكل تنفسية، فحجزنا عن طريق زينب عند دكتور إحسان خديوي لتجميل الأنف عند عيادة مركز طب توب. طبعا الخدمات كانت جدا جميلة والفندق كان كلش راقي. تسلم زينب، كان اي استفسار كان عندي كانت دائما تجاوبني. طبعا المترجم استقبلنا من اجينا من المطار، والتسايق كذلك. كل الخدمات كانت جدا ممتازة من ناحية الفندق. ثاني يوم، يوم العملية، استقبلنا اخذنا المترجم واستقبلتنا بالمستشفى سارة اللي كانت ويانا طول اليوم لحد ما طلعنا من المستشفى. وكذلك كان خصصونا ممرضة خاصة بالمستشفى. طبعا بالعمل ورا بعد العملية، يعني مو ذاك الألم، يعني تفاجئنا انه احنا عبالنا عملية وكذا، فعبالنا ألم موجود هواي وهذا الشيء. وان شاء الله اليوم عندنا، اليوم لازم نفتح الجبيرة، فابقوا معنا على مود تشوفون النتيجة.